وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي بتشكيل فرق عمل مشتركة بين التدخل السريع ومشروع أطفال بلا مأوى لتقديم العون والمساعدة للمشردين ومن فقدوا المأوى من الأطفال والكبار وتوفير أماكن آمنة ومناسبة في دور الرعاية التابعة للوزارة، فضلا عن توفير وجبات ساخنة لمن يرفض الاستجابة والانتقال لدور الرعاية الاجتماعية. وقالت غادة والي إنه نظرا للظروف الجوية والموجة الباردة التي تشهدها مصر حاليا، سيقوم فريق التدخل السريع المركزي بالقاهرة والجيزة والفرق المحلية في المحافظات بالعمل على مدار الساعة لإنقاذ المشردين ومن هم بلا مأوى. وأوضحت وزيرة التضامن أنه سينضم لتلك الفرق فريق أطفال بلا مأوى في المحافظات العشر التي يغطيها البرنامج، وعلى رأسها القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الشرقية والمنيا. وتتلقى فرق الإنقاذ التي تجوب شوارع مصر البلاغات للبحث عن الغائبين والمفقودين وإنقاذ الأطفال بلا مأوى على مدار 24 ساعة عن طريق الخط الساخن الخاص بشكاوى دور الرعاية الاجتماعية على الرقم المختصر 16 439، وكذلك 010 953 6111. يأتي ذلك ضمن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.